لتعرف متى موعد الاحتفال القادم. فحاول أن يقنعها أنه أنا ممكن أغطي لك أي فارق يعني أو أي جائزة، لأنه لن أكون في هذا الوقت جاهز. أو ففوجئ، يقول لي هو إنها قالت بالحرف الواحد ليس المبلغ المادي هو الأساس، أريد أن أشارك حتى أرى هؤلاء الناس الذين يهتموا بهذا المجهود الذي قضيته في هذه السنوات الماضية. حقيقة ونحن في أمام أستاذ فاضل مارس التربية، فنحن الحقيقة ثقافتنا هي ثقافة عامة، ولولا الفضل لهذا التطور الموجود والزخم الذي دائما العنصر الوافد من البلد يدعم هذه المؤسسات اليمنية، يمكن نكون في مستوى ما كنا عليه في السبعينات. أو إنما تواجهنا الآن مشاكل أساسية كجالية يمنية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. الأولى أن هناك دراسة تقول أن الجالية اليمنية من خلال المتابعة تعتبر الجالية الأكثر أو الأقل اختلاطا بالمجتمع الأمريكي. ونحن هنا لا نحاول أن نجر الناس إلى الخروج عن الحياة المألوفة وعن الحرية المباحة، ولكن يجب أن ننظر إلى هذا القضية نظرة بأن نحن في سياق مجتمع عام يجب أن نتطور، ويجب أن يكون لنا دور في التعامل معه طبعا بما يناسب أوضاعنا، ولكن هذا مكان آخر لنقاش هذا الدراسة. النقطة الثانية أنه تعاني بعض المدارس اللي فيها كثافة من الطلاب اليمنيين، على سبيل المثال مدرسة سلينة كنا التقينا معهم قبل أسبوعين، حيث يعانوا أن تكاد المدرسة المتوسطة تلغى. كان مكتب التربية في طريقة لمراجعة هل يتم فتح المدرسة المتوسطة في سلينة، لأن الطلاب فيها عندهم عجز في القراءة بنسبة من 70% إلى 90%، وللأسف هم طلاب يمنيين من مواليد يعني أمريكا، يعني إلى جانب المعاناة اللي تعانيها المدرسة من الطلاب القادمين. لكن قالوا مشكلتهم الأساسية، ففوجئنا أن فيه طلاب لبنانيين يأتوا لمساعدة الطلاب اليمنيين، فاقترحنا عليهم ونحن سنتواصل مع كثير من الشباب أنه الأحرى أن تستدعوا طلاب يمنيين، عندنا كادر متقدم وخريج على مستوى الولاية خصوصا في مدينة دربن، وهؤلاء هم أحق. إلى جانب أن احنا تبرعنا بمبالغ مادية سخية لشراء جوائز، بحيث سيعملوا مسابقة للقراءة باللغة الإنجليزية وتوزع هذا الجوائز أعتقد في شهر 5 في آخر السنة. نحن بالنسبة لنا الحقيقة مثلنا وفد في وزارة المغتربين، وكانت بعض القرارات الحقيقة ارتبطت بوزارة التربية والتعليم في تسهيل التنسيق بين الوزارة، ولهذا نحمل ضيفنا الكريم أن يساعدنا في أن يكون لوزارة المغتربين وللوزارات المختصة فيها دور أساسي في الترتيب مع عبر السفارة وعبر المصليات في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تكون هناك برامج للتبادل التعليمي أو السفر السياحي يعني والتعليم. فبدل مثلا ما نروح في شهر 7 عندنا كثافة من الطلاب يسافروا، فنحن نحاول ان احنا نرسم بعض البرامج اللي يستفيدوا منها. في ارجو ان لا اكون قد يعني اسرفت في الوقت، فالاخير ارحب بكم كما اعتذر
إذا في أي تقصير، ونحن هنا دائما في خدمة جميع الأخوان لأي استفسار. وشكرا والسلام عليكم. شكرا للأستاذ محمد. الحقيقة بالنسبة لقضية الاختلاط، أنا حتى مصطلح الجالية حقيقة أنا لا أحبذه حقيقة. لم نسأل الجالية في أمريكا، نحن مواطنين أمريكيين. أقول لك من المليان، نحن مواطنين أمريكيين من أصول يمنية، وبالتالي الجالية اليمنية أصبحت مصطلح قديم يعني مع بداية الهجرة في الستينات والسبعينات. لا أعتقد أنها ملائمة حقيقة أن نخوض يعني في النقاش عليها. على كل حال، والجالية اليمنية الحقيقة على العكس، أنا جيت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2002، الجالية اليمنية متقدمة بشكل جيد، وفي جالية بدينا نلحق الجاليات اللبنانية والعراقية. هذه حقيقة، في عندنا إعلام محلي مثل في صحيفة اليمين الأمريكي، في عندنا شباب أصبحوا يخوضوا درجات عالية في الهندسة في الطب، منهم وقاعدنا الأستاذ عادل معزب، وكثير موجودين. وبالتالي نحن نفتح الأمل لكل الشباب إن شاء الله أن الجالية اليمنية في السبعينات، يعني لا أحب أن أستخدم الله مرة أخرى، وإنما اليمنيين الأمريكيين إن شاء الله قادرين على الخوض وتسجيل الإنجاز والإعجاز، ولا أرى حقيقة بعيدا على الإطلاق. المتحدث الآخر الحقيقة يعني كما قال الشاعر: وقالت الصغرى وقد تيمتها وهل يخفى القمر. المقدم الوالد الكريم الأستاذ علي بالعيد، رئيس الجمعية اليمنية الأمريكية الخيرية يابا، يدلو بدلو في هذه الأندلة. تفضل يا سالي. الأخوة والأخوات، أبنائنا وبناتنا، أشعدتم بالخير صباحا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أكرر ترحيبي الحار بضيفنا الكريم الأستاذ علي حسن الوليد، وأيضا أستاذا آخر أستاذ أحمد محمد عامر، وأرحب بكم جميعا. سمعت الأستاذ رشيد النزيلي يقول الآباء، وأعتقد أني أقدم منكم سنا هنا، فيقصد يمكن أنه أنا الأب، لأنه البقية التي بانوا لي أعمارهم أما شباب من الرعيل الجديد أو من الجيل المتوسط. شكرا لمؤسسة اليمني الأمريكي بكل طاقمها برئاسة الأستاذ رشيد النزيلي على تنظيمهم لهذه الندوة في حوار مفتوح على طاولة المستديرة، وكنا نأمل أنه هذا الحديث يكون في لقاء أكبر موسع يضم أبناء وبنات الجالية اليمنية الأمريكية والآباء والأمهات الذي يهمهم مستقبل أولادهم وبناتهم. ولكن أعتقد أن هذه ستكون لبنة أولى ومادة أساسية ممكن تعمم على الكثير من أبناء وبنات الجالية اليمنية والآباء والأمهات. طبعا أنا لست أكاديمي ولست أستاذ، وعندما أشوف نفسي لدى هؤلاء العمالقة قرأت السيرة الذاتية للأستاذ علي حسن الوريد، ووجدت فيها شيء مخزون غير عادي لكل المناصب التي تبوأها، بمعنى ذلك أنه في خبرة متراكمة أكثر من 4 عقود من الزمن، يستطيع أن يغني هذا الجانب من كل جهة كان. على كل الحديث عن التعليم توشجوا طبعا وذو أهمية، ولا أستطيع أنه في هذه اللحظات السعيدة أن نحن نقدر أن نغني هذا الجانب. كل ما أقوله هنا، يمكن أيضا أنا أقدم منكم في المنطقة هذه، صار لي حوالي 41 عام، عمري من عمر الجمعية الخيرية اليمنية الأمريكية التي تأسست في عام 69. وخلال المرحلة هذه طبعا شاهدنا الكثير من التحديات، من التجارب، من الخبرات. ومن السهل أن تقيم مؤسسة وتبنيها، وخاصة في أمريكا 4-5 نفر ممكن يقوموا ببناء مؤسسة جمعية نادي. أهم شيء كيف تحافظ على بقاء استمرار هذه المؤسسة، وما هي الخدمات التي ممكن تقدمها. وليس من العيب أنه تمر أي مؤسسة في مرحلة ركود أو عمل غير إيجابي، المهم أنها تتطور